ليه شيلها حسين ترجع ورا تاني على طول. ليه شادي محمد اسلام، واسلام بيلعب كره طويله عند عماد متعب، لكن اخش ياخدها على طول حفيظ عبد الصالح، وفاول على نادي الاهلي. وجدت تحية بكل مشاهدينا الكرام لمتابعة الشوط الأول على نادي الأهلي. أول هيلعبها محمد فضلي الذي يحمل رقم 14، أحمد حسن، بين فريق الأهلي المصري وفريق الجيش الملكي. لعبت الكرة على طول تاني لبوبو، وبيلعبها ناحية بوبو طويلة ناحية الشمال، بيحضن على الكرة شادي محمد، بيطلع الكرة بره ضربة مرمى لنادي الأهلي لفريق الجيش الملكي عصام الحط. اللقاء النهائي، اذكر بان زاد محمد اهو قدامنا، لقاءين تم الوجود الى اشواط اضافيه وضربات جزاء في اول عصام الحط دوره كره طويله ويطلع على طول يلعبها وترجع ورا تاني عند عماد ويرجعها لعصام الحط. سنة 190 عصام الحط النجم الساحلي والرجاء، وانتهى بضربات الجزاء. طالع له قدامه هو عايز يكسب مساحة، والوقت الاضافي دي مش عايزه غلطه طبعا، عايزه تركيز جامد جدا ويلعب كره طويله ويرجعها على طول، لكن ترجع على طول بيلعبها لعماد. عماد 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 لسه الكره معاه، لسه الكره مع عماد، ويخش ياخدها على طول كوده وهدى، ويلعب الكره طويله تترد على طول عند حسن مصطفى. حسن حسن يرجع ورا عماد، عماد النحاس، وعماد بيلعب كره اماميه لكن تترد على طول محسن، يبعد الكره ترجع تاني لعماد. عماد وشادي، وشادي رجعها لعصام محمد سيد في اتجاه عصام الحضري، وعصام وشوطه جامده بيلعبها طويله، تمريره طويله ويرد على طول تاني حسين، لكن ترجع تاني وشوطها اي حاجه تطلع بره قوي. رامي التماس لنادي الاهلي اسلام الشرق، بيلعب الكوره كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، لعبها لاحمد احمد حسن ويلعب كره عاليه طارق الجرموني. طارق الجرموني يطلع يمسكها على طول، بقول لحضراتكم النهارده الاثنين حراس المرمى عاملين ماتش كويس قوي، وتلعب كره طويله ناحيه الشمال على طول، بيخش يطلع كره بره احمد السيد. محمد عبد الوهاب خرج ونزل مكانه احمد حسن، رامي تماس هيلعبها خالد المعروفي، خالد بيلعبها على طول تاني، عادل ماشي ماشي على طول، لطفي عادل ماشي على لطفي عادل، لكن لسه كرة معاه وخش على طول يطلعها شادي، وترجع على طول تاني لعماد متعب. عماد حسام عاشور لاحمد حسن، احمد حسن يلعبها على طول تاني لفلافيو، يلعبها لاسلام الشاطر ويلعبها طويله، لكن يطلعها على طول تاني ترجع لاسلام، وعايز يلعبها له قصيره لكن يطلعها على طول تاني جواد ابو عوده بره قوي، رامي التماس لنادي الاهلي اسلام، يلعبها احمد حسن، احمد حسن يلعبها ورا وعايز يلم حسام عاشور، يلعبها لابو تريكه لحسام عاشور تاني، حسام يلعبها لاحمد حسن يخبزها كده لورا لشادي محمد، نلعب على يعني لسه بيحاول نادي الاهلي بيفتح الصخر على جنبين، وسام الشاطر عايز يلحقها ويلحقها ويعمل اوفر على طول، لكن يطلعها على طول تاني دفاع نادي الجيش، ويطلع جواد بعوده لكن بترد تاني على طول تاني، وبتلعب تاني ترجع لشادي لحسام عاشور، حسام عاشور ابو تريكه ابو تريكه، ويفتح اللعب ناحيه اليمين لاسلام، واسلام عايز يلعبها ما حدش يروح لها، وتفضل الكوره وتطلع بره وتبقى ضربه مرمى لنادي، شايف انا وائل رياض نازل اهو النادي الاهلي، تاني تغيير للنادي الاهلي، وائل رياض رقم 10 تاني تغيير لنادي الاهلي، وائل رياض مكان فلافيو، وضربة مرمى لنادي الجيش، وداخلين على الدقيقة 5 من زمن الشوط الإضافي الأول اللي مدته 15 دقيقة، خالد المعروفي بيلعب كرة طويلة عند يوسف، ولسه كرة أمامية وغيره من ورا وخطر، لكن يخش بقى على طول السايب أحمد السايب، بيلعبها بكعب رجله ناحيه اليمين وجاي من ورا عايز يلعب ويعمل اوفر وخطره، ويطلع على طول شادي محمد تترد
وتروح ناحيه اليمين وماشي، هو بيبتدي الهجمه اسلام الشاطر ويلعب كره طويله رايه وصفاره، رايه وصفاره وتسلل عماد متى بورسايد. رقم 15 ايه عادل زراد، رقم 20 خرج جودة ولعبت كورة جواد، خرج لعبت الكورة على طول تاني وهجمة ناحية اليمين ويلعبها له أمامية وعايز يلعب الكورة بالعرض ويلعب الكورة بالعرض خطرة في إيد عصام الحضري، في إيد عصام الحضري على طول لعبت الكورة على طول عند إسلام ويرميزها على طول تاني لأحمد حسن، رجع على طول حسام عاشور وائل رياض وماشي وائل وماشي وائل وماشي وائل وماشي وائل وعرقلة وفاول، فاول لنادي الاهلي اهو قدامنا اهو، خرج جواد بعودة ولعب مكانه على طول زي ما قلت لحضراتكم رقم 15 عادل سرعة. فاول لنادي الاهلي وقف الحائط البشري على بعد 10 ياردات، وقارئ الغرموني حارس المرمى المميز قوي النهارده مع عصام الحضري، ولسه في تغيير للنادي الاهلي بيسخن كذا لاعب دلوقتي، لعبت على طول محمد ابو دريكه تترد منه على طول بلعبها عاليه وتترد ناحيه الشمال رايح لاحمد السيد، احمد راجع ورا عند عماد النحاس وحماد بيلعبها طويله مفيش حد لوحده على طول، خالد لسه الكوره معاه يلم الكوره، خالد حلو خالد الكوره بجد حسين شيله وحسين بيلعبها طويله بيردها على طول احمد السيد، لكن ترجع تاني عند حفيظ عبد الصادق بيلعب كوره اماميه تترد تروح لاحمد السيد لسه الكوره معاه ويلعب كوره حلوه لابو تريكه، ابو تريكه بيلعبها طويله الى اسلام واسلام بيلعبها حلوه لوائل، وائل رياض ماشي وائل وائل ماشي وائل ماشي وائل هيعمل الاوفر بقى الاوفر عاليه وخطره بره ضربه ركنيه، ضربه ركنيه طلعها بره لكن اتعملت جمله تكتيكيه حلوه الكره اللي فاتت، ضربه ركنيه رايح لها وائل رياض عمل شغل فيها حلو الكره اللي فاتت هيروح لها اعتقد احمد حسن هنشوف اهي ويطلعها على طول فريق نادي المغرب بتعمل الكره ضربه ركنيه وطارق الجرموني، طارق جرموني كل كور العالية بيخش يطلع يمسكها بايده على طول، طارق حارس مرمى ويلعبها بايده على طول لحسين اوشيلا، حسين كابتن منتخب نادي الجيش الملكي المغربي واتلعبت الكوره على طول تاني وتطلع كوره بره او ترمي التماس لنادي الاهلي، ترمي التماس لنادي الاهلي اتلعبت ورا لاحمد سيد ولعبها اتاخر فيها شويه اختطفها على طول يوسف وماشي يوسف وماشي يوسف لكن جاي من ورا يقطعها على طول وخطره رجعها ضعيفه شويه احمد حسن لكن عصام الحضري يلحقها وتطلع كوره بره قوي، رمي التماس لنادي ادي عادل سراج اللي لسه نازل مكان جواد بعوده، اتلعبت الكوره على طول ترجع له تاني لعادل وعادل يلعبها نقلتين لكن تطول الكوره ويسيبها شادي محمد عشان تبقى رمي التماس لنادي الاهلي، الدقيقة 10 من زمن الشوط الإضافي الثالث اللي مدته 15 ويلعبها بكعب رجله عماد، عماد متعب وتترد الكرة تاني ويقطعها ويرجعها لحسن مصطفى لإسلام الشاطر ويفتح اللعب ناحية الشمال لكن يخش يقطعها على طول تاني خالد، وخالد بيعمل كرة طويلة أحمد السيد ويوسف خديوي ويوسف معاه كرة رقم 7 يوسف، ويوسف عايز يعدي من أحمد لكن معاه على طول أهو ولسه الكرة معاه ولسه كوره معاه ثلاث نقلات وعايز يلعبها اماميه لكن مفيش حد راح معاه وراح لها عصام الحضري، عصام الحضري بيلعب بنادي الاهلي براس حربه واحد قدام دلوقتي، نكمل الكوره نقلتين يرجعها على طول
شادي لعصام الحضري، وعصام الحضري بتيجي بيلعبوا على طول لاسلام الشاطر. اسلام لسه الكوره معاه، وتطلع الكوره بره الاوت، رامي التماس لنادي الاهلي. لعبت الكوره على طول ترجع له تاني من احمد حسن لاسلام. احمد حسن ماشي احمد ويلعب الكوره ورا لحسن مصطفى، وماشي حسن مصطفى. حسن ولعب تحليه بناحيه الشمال، حسام عاشور، حسام ومعاه خالد المعروف بيلعب كوره بالعرض بيطلعها على طول تاني. حسين بترد، وفي فاول لنادي الاهلي. فاول لنادي الاهلي احمد السيد في زقه من يوسف خديوي، وفاول لنادي الاهلي. فاول لنادي الاهلي. لعبه الخضراء بتريك عايز يشوطها، لكن بترد الكوره على طول تاني وترجع ليوسف، وتطلع كوره في فاول. فاول على نادي الاهلي. كوره دي لنزار اهو. لطفي عادل، فاول هيلعبها محمد فاضل، رجعها ورا لحسين، ويلعب كرة طويلة ناحية الشمال عند أحمد أجدو، خطرة وبيرجعها على طول لعصام، وعصام بيلعب الكرة على طول طويلة وتترد تاني بعد خالد، تروح عند حسن مصطفى، وحسن مصطفى يخطفها عند أحمد حسن، وأحمد حسن بيلعب كرة طويلة لعماد. عماد يا راجل يا راجل، يا عماد يا كان يقدر يشوطها برجله الشمال، لكن طولت ووقفها اللمسه الاخيره، طولت من قدام رجله. شوف الكوره ازاي جات له، كان لازم يشوطها، طولت بقى المره دي ما يلحقهاش، وتبقى ضربه مرمى لنادي الجيش الملك المغربي. نادي مستر طبعا مانو جوزيه لقطه زعلان طبعا، تروح فرصه زي دي اتلعبت حلوه قوي قوي من ورا لقدام، واتلعبت الكوره على طول عند نور الدين بوبو، ويلعب كرة طويلة عند يوسف، لكن بيخش معاه على طول شادي. ترجع عند اسلام ويلم نفسه، وماشي اسلام على طول عند وائل، وائل تتخطف منه ويخش ياخدها على طول حفيظ عبد الصادق، لكن في فاول على حفيظ. فاول لنادي الاهلي. داخل معاه الكرة اللي فاتت عند السراج، وثلاث نقلات، وتروح على طول لحسام لابو تريكه، وابو تريكه بيلعبها في الحته الفاضيه عشان يجري لقدام، لكن الحكم بيقول يلعب ما فيهاش حاجه، ويلعبها ناحيه اليمين على طول، وقفها على وش رجله، عايز يوقفها وعايز يعدي لطفي عادل. لطفي عادل سريع، لطفي عادل ولسه الكوره معاه، عايز يعدي، لكن تتخطف منه المره دي وتتقطع. ياخدها احمد السيد، وبيبتدي هجمه النادي الاهلي، يلعب الكوره بالعرض على طول تاني لحسام عاشور، وحسام يلعبها لوائل رياض. وائل ماشي لسه الكوره معاه، ويغمزها لحسام، يلعب الكورة اهو ثلاث نقلات اهو على مهله، بيلعبها لشادي، وشادي يلعبها لعماد النحاس، وعماد بيفتح اللعب ناحية الشمال لابو تريكة، تطول الكورة وتطلع بره او ترمي تماس لنادي الجيش. 13 دقيقة وداخلين دلوقتي على الدقيقة 14 من زمن الشوط الإضافي الأول، وما زال التعادل حتى الآن بدون أهداف. لعبت على طول الكورة ويرجعها بره، لكن تترد تاني وتطلع بره او ترمي التماس لنادي الاهلي. هيلعب على طول رمي التماس، وكله قاعد طبعا قلقان شويه، طبعا بترد الكوره، ويرجع لعبه لورا لعماد النحاس، يلعبها على طول تاني، وعلى الارض بيلعبها لابو تريكه اللي بيغمزها لوائل، ووائل خطف منه وتروح للجيش، ويلعبها طويله ناحيه اليمين، يتحرك وتطلع الكوره بره او ترمي التماس لنادي الجيش. معاه وائل رياض في الكوره اللي فاتت، وقع على الارض وائل ولطفي عادل، شدت رجله باين من فوق، شدت رجله من فوق اهو، هي دي ماسكه كده، شدت رجله. تغييرين تم، فاضل تغيير ممكن يلعب مكانه، مش هيقدر يبدو كده. بص الشده باينه اهي في الجري اهي، ده مش دي، لا مش دي، دي اللي قبليها،
الكره اللي قبليها. محمد عبد الله، يمكن محمد عبد الله ينسى. خرج وائل اهو بيجرب رجله، ومحمد فاخر قدامنا اهو، ادي وائل رياض بيجرب. لا مش قادر، مش قادر احطها على الارض، مش قادر، مش هيقدر، صعب. اسامه حسني، النادي الاهلي بيجهز اسامه حسني عشان ينزل مكان وائل رياض، مش قادر اهو، اتحرك اسامه حسني. ويصفر الحكم عشان ينهي احداث الشوط الاضافي الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف.